حكاية إذن مش مال ومال في الخزن بتبقى الحكاية إذن مش مال ومال في الخزن ده باللي نختار وده على الميزان اتوازن في ناس عملها أملها وخيرها بتقصد وناس بتعب بشكاير مقاسم عاصي وخساير ناس بتعب بشكاير مقاسم عاصي وخساير من بعد ضمير ده ماله مهما يسدف في ماله من بعد ضمير ده ماله جاوب ليك يا ست نور. جاوب لي انا؟ من مين؟ ده من البنك يا ماما. ايه ده؟ في ايه؟ ده كشف حساب باسمي. اكيد المال الحرام اللي اخوكي حاطه في حسابنا في البنك عايز يأمن دنيتنا ويخسرنا اخرتنا. يا نهار ابيض. في ايه يا بنتي؟ وقعتي قلبي. في 1,000,000 جنيه مسحوبين من حسابي. 1,000,000 جنيه؟ انسحبتيهم؟ ابدا والله يا ماما، ده انا حتى مش حطاهم في دماغي. امال مين اللي سحبهم؟ اكيد رؤوف. رؤوف؟ ورؤوف سحبهم ليه يا فوضى؟ اصل انا يا ماما عملت له توكيل. عملتي له ايه؟ توكيل؟ يا خيبتك القويه. امتى بس يا نديم؟ لسه شويه. لعلمه نعمه دي مش سهله، وانا خايف تغدر بيا. والله ما حد مغدور بيه غيري انا. يا خلاص يا حنان بقى يا حنان، قلت لك هقول لها يا ستي على جوازنا، بس مش دلوقتي. امتى؟ في الوقت المناسب. والله انا خايفه بطني تكبر واولد وانت لسه ما قلتلهاش. انا مش فاهم بس انت مستعجله على ايه دلوقتي؟ ما احنا مع بعض اهو، وانت في بيتك ست الستات. وهي في ست قاعده من غير راجل؟ ما انا معاك اهو يا حنان. زي قلتك. انا برضو زي قلتي يا حنان؟ ايوه. كل فين وفين لما بشوفك، ولما بتيجي تقعد يا دوب نصايه وتقوم تمشي. هو انا مش لازم امشي اموري بدل ما الدنيا تخرب؟ يا نديم انا حاسه ان انا مراتك التانيه مش الاولانيه. حاجه عجيبه جدا، ما انت مراتي التانيه فعلا. ازاي؟ مش انت متجوزني قبل نعمه؟ انا مش طلقتك وبعدين اتجوزتها وبعدين رجعت رديتك. ايوه. يبقى انت اللي جايه عليها مش هي. لو كلامك ده مظبوط يبقى انا اللي احق بيك منها. ازاي يعني؟ وهو في راجل يسيب مراته التانيه ويروح يقعد مع الاولانيه؟ امال انت اتجوزت تاني ليه؟ يا بنتي عقلي بقى، عقلي بقى وبطلي جنان. مش معقول كده يا حنان، حتى النصايه مش قاعدها. ها، وزي ما قلت لكم هعمل لكم تامينات واديكم يوميات احسن من اللي بتاخدوها في بيع الفل والمناديل في الشوارع واللفه على الصيف. انت بتتكلمي جد يا سماح؟ ايوه، بس انتوا تبيضوا وشي وما تكسفونيش. وايه المطلوب منا بالظبط؟ هتشتغلوا في مطبخ. مطبخ؟ احنا ايش فهمنا في حاجه زي دي؟ ده احنا اخرنا نقعد نغلس على الزبون ولما يطهق مننا يقوم شاري وكمان بالعافيه. دي اسمها شحاته بغلاسه يا اختي، يعني عاجباكي قوي العيشه دي؟ انا يا اختي مش عاجباني، ونفسي ربنا يتوب عليا بقى. ان شاء الله التوبه هتكون على ايدي. قولوا امين. امين. بس لازم حد يعلمنا. بدل ما نبوظ لك الشغلانه ونخرب لك الدنيا. طبعا، وهي دي تفوتني؟ انا هعمل لكم دوره تدريبيه زي اللي بيعملوها للناس المتعلمين عشان تشربوا الصنعه وتبقوا قدها. والدوره دي بقى هتدينا عليها يوميات ولا تحليها علينا؟ هحسبها لكم، بس هعتبرها سلفه مني ليكوا عشان تلاقوا لقمتكم. يعني ايه؟ يعني لما تشتغلوا هخصم نسبه بسيطه من يومياتكوا لغايه ما تسدوا اللي عليكم. وتخصمي ليه؟ هي ناقصه. ده حق ربنا. هو انتوا لسه اشتغلتوا؟ ده انتوا المفروض تدفعولي. ندفعلك ليه ان شاء الله؟ لاني هدربكوا وعلمكوا صنعه تكسبوا منها ده، وكله ببلاش. كام دول؟ 500,000 جنيه. الله عليك يا معلم. دي اول قطفه. ها، لما رمضان بقى يقرب هنكسب اكتر. وايه؟ فلوس حلال 100 100 يا مخ. الله عليك يا راجل يا بركه.
يا بركة. حبيبي مساء الخير يا أساتذة. الفلوس دي كلها يا عم نديم، احنا قاعدين في قهوة ولا ايه؟ خدها يلا يلا، هويها من هنا. مين ده اللي يهوني يا راجل يا مكمكم؟ لا 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 لا، عيب عيب يا نعمة، مختار برضو شريكنا. شريكك انت انما دي معرفش عنها حاجة. مالك يا خيا بتكلمني من طرف مناخيرك كده ليه، زي ما تكون مش مستنضفني؟ يا ستي مش عايز اعرفك، مش طايق اشوف وشك. هو بالعافية يعني هو انا اللي خلاص ميتة في دباديبك وعمالة بتلزق فيك؟ ايه الفلوس دي يا نديم؟ دي يا حبيبتي مكسبنا في فوانيس رمضان. انتوا خلصتوا العملية ونجحت؟ وريني. انتي مالك انتي؟ حاجة غريبة قوي، ما تبصيش في طبق غيرك. الطبق ده يا اخويا شرك، وحرام عليك لما تطفحه لوحدك. ما تقول له حاجة يا نديم. ما انا قايل له، قلت له انك شاركتي في حصتي بالنص. الكلام ده بينك وبين بعضيكوا. انا ماليش فيه، ولما تبقى يا اخويا تاخد حصتك يبقى اديها نصيبها في البيت. وما خدتش نصيبي انا ليه يا اخويا؟ مش حقي؟ حقك انت خدتيه تالت ومتلت، ولا ناسيه الخمسة مليون؟ وهو انت كنت بتبقشش عليا من جيبك ورثي من جوزي الله يرحمه؟ ها شيلي ايدك النحس دي اول. ما تقول له حاجه يا نديم. تعالي تعالي يا نعمه نتفاهم في مكتبي. وانا اتفهمش انا ليه؟ هنا ممنوع الاقتراب او التصوير. ليه يا اخويا؟ كانت منطقه عسكريه. طبعا احنا بنحارب عشان اكل عيشنا. اكل عيشنا؟ هتشتري انت بالفلوس دي عيش مش كده؟ ولا هتشتري بيها حشيش؟ الشيخ يخرب بيتك، انت مالك انت؟ اشتري حشيش اطيرها صواريخ؟ انا حر في فلوسي. ده يا عم نديم ما تشوف جماعتك. من فضلك يا نعمه تعالي بقى عشان افهمك. يا عم تعالي فين، هنسيبه مع الفلوس لوحده؟ ما تقلقيش بس تعالي. يا نديم فلوسي فلوسي وانا حر فيها. عد يا اخويا عد، عد عليك ان شاء الله معددين خرص. تعالي بس تعالي يا نعمه. والله لا فالك يا بومه يا خراشي. اهدي اهدي يا نعمة، تعالي اقعدي. شوفي يا نعمة، انا عايزك تهدي اللعبة شوية مع المفطار. الفترة اللي جاية دي تخليكي في بيتك، وحقك هيوصلك لغاية عندك. جاية يا نديم في ايه؟ ده انت جوزي يا اخويا، يعني المفروض تدافع عني. انت معايا ولا معاه؟ يا ستي انا مش عايز مشاكل، ولا احنا اللي هنقوله نعيده؟ يبقى انا بقى مش من حقك الشركة. من حقك من حقك يا نعمة، محدش قال حاجة. بس مكتب مختار بلاش. اشمعنى؟ اشمعنى؟ لا اله الا الله، الراجل يا ستي مش عايزك في مكتبه. انا حرة بقى، انا شريكة في الشركة دي وادخل المكتب اللي يعجبني، وانت لازم تعمل لي مكتب اكبر من مكتبه. تاني يا نعمة، ممكن بقى تقومي تمشي دلوقتي؟ ماشي يا نديم، هقوم اروح، بس هنكمل كلامنا في البيت. ماشي يا حبيبتي. وما تنساش تجيب لي نصيبي من الفلوس اللي عمال يعد لي فيها جوه لوحده ده. يا حبيبتي ما انا كنت هروح احطها لك في البنك. يا سيدي لا، هاتهم لي على البيت، عايزه اتدفى بيهم شويه. بص عليك يا نعم، تتدفي بيهم برضو ليه يا حبيبي؟ وانا مش كفايه يعني انتوا الاثنين مع بعض يا نديم هتبقوا تجننوا؟ اذا كان كده ماشي. لو النبي قال لك الكلمه دي، ده انا بتصائم منها قوي. اسف يا حبيبتي غصب عني، يعني بحكم العشره بقى. يا خوفي عليك من العشره بالراجل المحششات اللي جوه ده. لا يا حبيبتي اوعي تقلقي عليا، اذا كان هو هوائي انا بقى مائي واشرب المحيط. يا عم باش عندي. ايوه يا شمال، عادي سده من شغيلك الجديد، يلا درب ولو عايز تاني اجيب لك. الله، ايه ماسوره الحريم اللي ضربت دي؟ اللهم صل على النبي. الحريم دي اجدع منك ومن اشكالك. ترى يا ست سماح، الدباغه دي شغله الرجاله. وهم فين الرجاله يا اخويا؟ هو احنا لقيناهم وقلنا لا؟ امال احنا ايه يا ست سماح؟ انتوا على راسي من فوق لانكم شغالين بايديكم وبتكسبوا من عرق جبينكم، انما انت عايز اعرف شغلتك ايه بالظبط. انا مشرف. مشرف؟ مشرف على ايه يا اخويا؟ اذا كنت انت مش فاهم حاجه من الشغل. انا مشرف عليكم كلكم عشان لو حد عمل حاجه غلط اصلح له. تصلح مين؟ تصلح مين وانت كلك غلط؟ بقول لك ايه، يا تقعد هنا بادبك يا توريني عرض كتافك. بس يا سماح مش كده، عايزه تهزقيني خديني جوه في المكتب، هزقيني زي ما انت عايزه، انما ما تهزيش صورتي قدام العمال. صورتك مهزوزه اصلا يا اخويا ومنيله ب60 ليلة. هو انت فاكر ان في حد هنا بيحبك؟ فعلا يا مختار باشا هو اللي بيحبني. يا دي مختار باشا اللي بلانا بيه. وكمان بتغلطي في الباشا الكبير. انت مالك انت؟ هو جوز انا ولا جوزك انت؟ عموما هتوصل. خوفتني يا خش في حبي خش، على بتخاف ما تختشيش. يلا امشي امشي من هنا. ماشي ماشي يا استاذ سماح. جاك مشش في ركبك يا بعيد. جدع يا سماح يا بنتي. عجبتك ده انت كده؟ بقول لكم ايه، من النهارده كل واحد يلزم حدوده، واللي هيلعب بديله هقطعهوله. Thank you.
هخسرها، كان ممكن احلب منك اكتر من كده، بس يلا نصيب. ايه رايك في الباروكه الحلوه دي والبدله؟ البدله الجديده دي انا عملت منها كل الالوان حتى الفوشيا. حلوه. وانا ايه رايك؟ ايه رايك في النيو بوك كده؟ نيو بوك اسمه نيو لوك يا جهله. سلام يا اخويا، انت هتتمنظر علينا يعني عشان جبت عربيه؟ ايه ده، انت جبت عربيه؟ بالتقسيط، دفعت 15,000 والباقي بالتقسيط. وانت عمال تخمس في وشي كده ليه؟ هو انا هحسدك؟ ما يحسد المال الا اصحابه. مال ايه وانت متدهول بديون قد كده؟ اب صحيح، تعالى هنا قول لي، انت هتسدد لسعد ولا هتسدد للعربيه؟ الاثنين، اصل الكافيتيريا ماشيه كويس، قصدي يعني ماشيه معقول، نص نص يعني كده. وانا الكوافير بتاعي بيجيب لي فلوس قد كده، هشتري عربيه انا كمان زي ابوك. وانت بتعرفي تسوقي اصلا؟ يعني ابوك هو اللي بيعرف يسوق. انا قلت انه اتعلم. ده لسه جايبها امبارح. امال انتوا جيتوا ازاي؟ جينا في تاكسي العاصمه مكيف ب 80 جنيه. ايدك عليهم. ايدي عليهم ايه؟ امال جايبين العربيه ليه؟ ولا هي مصاريف على الفاضي؟ بكره اخش مدرسه القياده واتعلم السواقه واجي لك بيها سايق لما اخد الشهاده كده. الا قولي لي يا رشا، مالك يا حبيبتي شكلك مش مبسوط ليه؟ سعد تعبني ببخله قوي. بخله؟ كل العز اللي انت عايشه فيه وتقولي بخله؟ ده بيحاسبني على الفستان جبته منين وبكام؟ لا ملوش حق. يعني كان فستان جبتيهم؟ وغير كده بقى عايزني طول اليوم اقعد في البيت ما اخرجش منه ابدا. ما انت مسكينه ما بتخرجيش ابدا، ما احنا عارفينك، انت هتقولي لنا عليكي؟ يا بابا زهقانه وعندي ملل هيموتني. انا بقى عندي ليكي حل ملوش حل. الحقيني بيه والنبي. تخلفي له حته عيل. عيل ايه يا ماما؟ بلاش هزار. لا امك عندها حق، انت بقى لكم شغل متجوزين لازم يكون في عيل. انسوا الكلام في الموضوع ده خالص. ننسى؟ لما ننسى ده هنفتكر ايه؟ ممكن اعرف سبب رفضك ايه؟ انا عايزه اخرج والبس واعيش حياتي واشوف الدنيا من غير بقى ما حمل يبوظ جسمي ويمنعني من متع الحياه اللي انا عايزه اعيشها. صدقيني يا رشا يا حبيبتي، لو جبتي له حته عيل هتعيشي في عزه وتتسلي وهو عايش وبعد ما يموت كمان. ايه يا ماما الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ بعد الشر مش للدرجات دي. امك عندها حق، دي فرصه لازم تمسكي فيها بايديك واسنانك. وانت فارق معاك ايه؟ ما انت لا هتحمل ولا هتخلف. تصدقي بايه؟ انا لو منك كنت حملت منه من اول يوم وجبت له كل سنه عيل لحد ما تولد. ملوكة، ملوكتي يا ملوكتي بالزاف، ملوكة بعد فين دي؟ لمت هدومها؟ ده انا هطين عيشتك وعيدك سودا يا مليكة. يا استاذ تسحب من حساب بنتي اللي في البنك من غير ما تعرفها؟ اولا دي مراتي، يعني فلوسها فلوسي بالظبط. ثانيا بقى هي عامله لي توكيل. يعني انت فعلا سحبت فلوس؟ ايوه سحبت فلوس، وانا هكذب ليه يعني؟ بس انت كذبت عليا، فهمتني انك هترهن الشقه، عشان كده انا عملت لك توكيل عام. اعمل لك ايه يعني؟ ما انت لا كنت عايزه تقتنعي ولا تفتحي مخك. تقتنع؟ تقتنع بايه؟ يا استاذ الجامع يا مربي الاجيال، انت تعمل كده؟ حياتك يا طنط بقى ما تفكرنيش بالتاريخ الاسود ده. يا شيخ اسود على دماغك، اخسى عليك، انا لو كنت اعرف كده ما كنتش جوزتك بنتي. هو انا عملت ايه لكل ده؟ الفلوس دي انا استلفتها عشان ابدا بيها المشروع بتاعي، اول ما المشروع بتاعي يجيب فلوس هبقى ارجعه. هو انا يعني هاكل حق مراتي وامتني؟ وابنك اللي جاي هتاكله مال حرام؟ وايه الحرام في كده؟ الفلوس دي انا استلفتها منها وهتعب واشتغل عشان اردهم، فين بقى الحرام ده؟ بس انت عارف ومتاكد ان اصل الفلوس دي جايه من طريق مش حلال. وانا مالي؟ افرضي دلوقتي ان انا مصاحب واحد حرام والحرامي ده قرر يسلفني فلوس وانا مزنوق، يبقى الفلوس اللي خدتها منه دي حرام؟ دي فلوسه هو، وهو اللي مديها لي. ايوه اديك انت اللي قلت اهو، هو اللي اديها لك من غير ما تتحايل عليه. انت بقى عملت مع بنتي غير كده خالص، قعدت تلف وتدور لغايه ما خدت مرادك. ماشي يا هنبقى نكمل كلامنا في الموضوع ده بعدين. يلا نور عشان نروح بيتنا. طلقني. انت اتجننتي؟ تبقى مجنونه لو قعدت معاك ثانيه واحده. يا حاجه خليكي محضر خير. انت غشتني وخدعتني، ازاي عايزني اعيش معاك بعد كل اللي عملته؟ يا مور الغلط مردود، وقلت لك فلوسك هرجعها لك مش هاكلها عليك. انت ازاي عايزه تصدقها بعد ما ضحكت عليها وخدت كل فلوسها؟ يا حماتي ارجوكي ما تشعللهاش. انت اللي شعللتها وعايز تحط ايدك في النار وتحطنا معاك.
نورة تعالي يا حبيبتي نروح نكمل خناقتنا في بيتنا واحنا بابنا مقفول علينا. فتحت باب مش هيتقفل ابدا، ولا فاكرها خناقه وهتروح لحالها. انا لا يمكن اروح معاك عشان تاكلني من حرام. تاني هتقولي حرام؟ تاني وتالت وقلب. بص يا رؤوف، انا حبيتك ورديت اتجوزك عشان حسيت انك انسان محترم هتصوني وتحطني في عينيك، لكن للاسف طلعت عكس الصوره اللي رسمتها لك. صدمتني فيك. مش انت بس اللي صدمتي فيا، انا كمان اتصدمت في نفسي. خلاص يا ابني، طالما انت اصطدمت في نفسك وحاسس بغلطتك، رجع الفلوس دي وتوب الى ربنا سبحانه وتعالى بدل ما تصب لعنة الفلوس. مفيش فلوس هترجع. انا ما صدقت بقى معايا راس مال عشان ابدا مشروعي. انا عشت محروم من الحلم ده ومسجون في الروتين بتاع التدريس. اكتشفت اخيرا ان ضيعت عمري كله في شويه نظريات على ورق. ما دخلتش الحياه العمليه عشان اللي معاهم راس مال مش محترفين بافكاري، غير بقى شوية العيال اللي دربتهم وعلمتهم لحد ما بقوا من أكبر رجال الأعمال، وآخرتها يجيبوني أشتغل عندهم بشوية ملاليب. هي دي صدمتي الحقيقية يا نور، عشان كده أنا لازم أتغير. حتى لو هتسرق حق مش حقك؟ أسرق حق وأبقى قوي بدل ما أفضل ضعيف وما أخدش حقي. خسارة كل لحظة حبيتك فيها. استنى يا نور، رايحة فين؟ استنى أنت، اخس اخس عليك. معقولة؟ معقولة الفلوس تغير النفوس بالشكل ده؟ ما تلوميش عليا يا حاجة، لومي على الزمن اللي خلانا نخرج من جلدنا ونبقى ناس غيرنا، وكل ده عشان نعرف نعيش. كلكوا زي بعض. انتوا ايه؟ عايزين تبقوا أغنية من الهوى؟ مدين ودانكوا لشياطينكوا؟ مش راضين بعيشتكوا؟ ده ربنا قسم لكوا حاجات كتير قوي انتوا مش راضين بيها. ممنوع دخول. ممنوع ده ايه؟ هو قال محل ده انا شاريه بفلوسي. انت مين؟ انا جوز الست اللي مشغلاكم. ست مين يا جدع انت؟ الست صاحبة المحل. المحل اتباع واصحابه رجالة مش ستات. رجالة؟ ايوه رجالة يا امخخ مخي في المخاخ كلها. يا خسارة يا مختار، طلعنا امخخ منك. انا مش فاهم حاجة. ولا عمرك هتفهم يا دغف. دغف؟ انت من امتى يا واد بتكلمني بالطريقة دي؟ ياض. لا لا لا، الكلام ده كان زمان، دلوقتي الروس اتساوت. وزي ما انت عندك في البنك فلوس بالملايين، احنا كمان بقينا اصحاب محل يساوي ملايين. هو انتوا اللي اشتريتوا؟ ايوه. عندك مانع؟ البنت مليكه دي بهنها تهفت في نافوخها. ليه بقى ان شاء الله؟ ازاي هتبيع العالم كحيانه ومفلسه زيكم؟ ومين قال لك ان احنا ما دفعناهاش فلوس؟ هو انتوا حليتكم حاجه؟ يا راجل انت اشتريته لينا. انا شاريه المليكه. يا عم الدغوف مليكه دي فيلم عملناه عليك عشان نقلبك. فيلم؟ يعني ايه؟ يعني بنت جبناها وزقيناها عليك عشان يخرج لنا من وراك قرشين. نعمل لك ايه بقى؟ ما انت ما بتجيش الا بصنف الحريم يا نمس. يعني انتوا اكلتونا انا البلوزه؟ ده انت اكلت البلوزه وصوابع زينب ولحست الطبق كله كمان. ده انا هفرق. هو يلا ومليكه دي انا هسجنها، ده انا مكتبها شيك ب 3 مليون جنيه. اوعى الشيك اتاخد من خزنتك واتقطع. ومليكه كمان خلاص بح سافرت، لو عايز حقك منها خده. وانا انصحك نصيحه من اخ الاخت، يعني ارفع عليها قضيه في محكمه العدل الدوليه. الدوليه اللي يسمع كلامك. لا يا صيع ضربانين، انا هبكيك بدل الدموع دم. لا وتصدق دم خفيف موت موت موت. حاسب يا مختار، احنا عندنا رجاله مش زي زمان ويعرفوا يرموك بره كمان. وعلى ماشي، قسما بالله انا حقي ما يموت. خليكم فاكرين موت يا حمار. مالك يا مختار؟ مخنوق شوية. ألف بعد الشر عليك يا أخويا. من إيه؟ حاسس إني اتضربت على قفاه يا سماح. لا عاش ولا كان اللي يضربك على قفاك يا أخويا. أهو عاش وكان وبيتمتع بفلوسي دلوقتي. هو إيه اللي حصل؟ أنا
ناس كنت فاكرهم صحابي لما طلعوا تعابين بتتلوى في الضلمة هبشوا مني 3 مليون جنيه بلعبة واطية. يا لهوي عملوا ايه؟ مش مهم بقى سماح عملوا ايه، المهم انهم عملوا، بس انا مش هسكت، انا هرد لهم العالم عالمين ان شاء الله سايح فيها دم. بلاش يا اخويا، ده العند بيولد الكفر. امال عايزين اعمل ايه يا سماح؟ افضل قاعد ساكت واندب حظي زي الولايه؟ ارفع عليهم قضيه يا اخويا. قضيه ايه يا سماح؟ قضيه ايه؟ بقولك ضحكوا عليا، استغفلوني، معيش حاجه تثبت حقي. خلاص استعوض ربنا، ما انت عندك كتير. هو لب ده، هم 20 مليون حيله، راح منهم 5 لحد دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله، ده مال حرام ده ولا ايه؟ 5 مليون؟ 5 مليون يا مختار في ايه؟ ده انت ما جبتلناش حتى بيتي تاوين. مش فتحت شركه ونجدت نفسي غير اللي هبشوه لد المكرمشه؟ يا ناري، عايزين لهم ترتيب من مخ ديب. بلاش يا مختار عشان خاطري، ما تستعديش حتى عليك. الله يخليك، مش عايزه افقدك، ده انا ماليش غيرك. تحبيني قوي كده يا سماح؟ ياه، ده انت راجلي وحلم عمري اللي ما كنتش اعرف احلمه ولا اعرف احققه. مش للدرجات يعني يا سماح، انا برضو فيها عيوب كتير. كلنا مشكلين يا حبيبي، بس المهم في الاخر خيرنا يغلب شرنا. انت الوحيده اللي برتاح عندك يا سماح، بتفهميني من قبل ما اتكلم، ولو اتكلمت بتسمعي كلامي لو على رقبتك، لانك الوحيده اللي بتخافي على زعلي. زعلك غالي عندي قوي يا سي مختار. انت اللي غالي عندي قوي يا سماح، قوي، بحس كاني بتولد من جديد في حضنك. ربنا يخليكي ليا يا ست البنات، ويديمك عليا وما يحرمناش من بعض ابدا، والامين. امين يا رب. حقك عليا يا سماح. من ايه بس يا سي مختار؟ يعني حاسس اني قصرت معاكي شويه، كانت السكينه سرقاني، انما الحمد لله فقت منها خلاص. يعني خلاص مفيش سهر لوش الفجر تاني؟ مفيش. ياه، ده احلى خبر سمعته في حياتي، يا ريتهم صحابك كانوا خانوك من زمان. تتمني لي الخساره عشان فوقتك وخليتك تفكر تكسب في اللي جاي، وعلى راي المثل الضربه اللي متموتش تقوي. صح يا سماح، الواحد لازم يركز في شغله بالمعقول عشان يراعي اهل بيته. اهو ده الكلام المظبوط. يلا قوم نصلي الفجر جماعه عشان ربنا يوفقنا. يلا. شغل تمام التمام يا معلمة. يعني عجبك الخدمة والتقفيل يا معلم غلاب؟ تمام التمام، المهم ان الدفعة وصلت وفي المواعيد. طبعا احنا مواعيدنا سيف على رقبتنا ولا يمكن نرجع فيها ابدا. بالشكل ده ما اتبغت ليل رجعت زي زمان. بقول ايه، ادي مبلغ بتاع الدفعة الاولانية، ان شاء الله اجي الاسبوع الجاي اخد الدفعة التانية باذنك يا معلمة. ان شاء الله هتلاقي طلبية جاهزة، اذنك معاك يا سيد المعلمين. والله يدينك لست المعلمين. الحمد لله يا عم بشندي، ربنا سترها معانا، وكل ده بفضل مساعدتك ليا وتدريبك للبنات في اسرع وقت. كله بفضل مجهودك ونشاطك وحسن نقاوتك للبنات. بجد؟ يعني عجبوك؟ طبعا، دول اتعلموا الصنعه اسرع بكتير من الرجاله. رائع يا عم بشندي، شكلك كده لفيت على واحده منهم وكانت بقالك حلاوه يا راجل يا عجوز. ليه؟ هو انا عيني زيك وهجاص زيك؟ ايه يا عم انت متنحرر على ايه؟ ده انا بظبطك، عايز اقول ان انت فيك الرمق. هو انت ايه؟ ما بتهمتش؟ ده رئاسة سماح، وانا عملت لك حاجه ولا انت بتكيكي لي؟ انت بتزعل عم بشندي، وانا اللي زعل عم بشندي يبقى بيدوس لي على طرف، واللي يدوس لي على طرف انزل الشبشب ده واديه بيه على دماغه. الله 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 الله، هي حصلت لي الشبشب كمان؟ ايوه، ولو هتزود في الكلام هخليه يعلم على قفاك. ماشي يا ست سماح، بس انا مش هرد عليكي، ليكي راجل يترد عليه. على مفخيلك اركبه، بس اوعى تقع من عليه. في حد في الدنيا يعمل لحد توكيل عام وكمان بنوك؟ جوزي بقى وكنت واثقه فيه. للاسف مبقاش في اي حد في الدنيا دلوقتي يستاهل الثقه دي ابدا يا مدام نوره. المهم هنعمل ايه؟ من بكره ان شاء الله انا هلغي التوكيل اللي انت كنت عامله له، وهمشي في اجراءات دعوه الطلاق. وافرض رفض يطلق؟ يبقى مفيش قدامي غير انك انت تخلعي نفسك. والطفل اللي في بطني؟ الطفل اللي في بطنك ده من حقك انك انت تحتفظي بيه لحد ما يبقى عنده 13 سنه، وبعد كده من حق ابوه ياخده يعيش معاه. لا يا متر ارجوك،
انا ما اقدرش ابعد عن ابني ابدا. دي بقى ليها حلول تانية، مش وقتها دلوقتي خالص يا مدام نوره. المهم دلوقتي احنا بنتمم الانفصال، وبعدين نبقى نتكلم في اي حاجه تانية. طب المليون جنيه هنخليه يرجعهم ازاي؟ يرجعهم؟ ده راح ما بيرجعش يا مدام نوره، خلاص مش هنقدر ابدا نطلب بيهم دلوقتي. يعني مفيش اي وسيله نضغط بيها عليه تخليه يرجع الفلوس؟ للاسف لا، موقف القانون سليم، ده وكيلك من حقه السحب والايداع في اي وقت. صباح الخير يا ست الكل. قول مساء الخير، دي العيشة قربت تدى. يا سماحة لسه ما رجعتش. هو انت عايش معانا هنا في البيت؟ ليه اللي حصل؟ سماح قدامها ساعتين على ما تيجي. ده انا في عز زنقة الشغل، كنت بقفل بعد المغرب. اسأل البلطجي اللي انت مقعده نادرجي عليها في الرايحة وفي الجاية. قصدك مين؟ رجب. هو حضرتك كمان سمعتي عنه؟ ده الواد رجب بقى مشهور بقى وانا مش داري. اه ما هو بدل ما تمدنا ايديك وتساعدنا سايبنا غرقانين. ليه ماما بتقولي كده؟ ده انا نيتي سليمه قوي. لو نيتك سليمه صحيح ما كنتش بعدت عننا واشتريت دماغك. وانا برضو لو اشتريت دماغي كنت هسيب مراتي تنزل الشغل. انا امك يا مختار، امك اللي مربياك وفهمك وعارفاك كويس قوي. انت قلت اضرب عصفورين بحجر، من ناحيه تسد خانه الشغل بسماح، والناحيه التانيه انها تبطل زن على ودانك، مش كده برضو ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه يا حاجة ده؟ ايه ده؟ انت فهمان اكتر من نفسي. طب الحمد لله بقى انك فهمت ان انا فهمك كويس قوي. عشان كده يا مختار مش هترتاح الا لما تشتغل في مدبغة ابوك. تاني يا ماما احنا مش كنا خلصت بقى من السيرة دي؟ يا ابني انا خايفة عليك. ما تخافيش يا حبيبتي ما تخافيش، انا بعون الله هبقى من اكبر المستوردين. هتخسر يا مختار. فلا الله ولا فالك. ليه بس يا حاجة النبر ده؟ ده مش نبر ولا حاجة يا حبيبي، دي نتيجة طبيعية للمال الحرام اللي انت بتتاجر فيه. طب ايه رأيك بقى ان انا لسه كسبان نص مليون جنيه ومنتظر يجيلي 3 مليون اخر الشهر؟ اسمع كلام يا حبيبي، المدبغة مالها حلال والحمد لله، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الحلال حتى لو قليل. ماشي يا حاجة، حاضر حاضر، هسمع كلامك وافضي جزء من وقتي للمدبغة عشان ارضيكي، عشان ارضيكي، وهو نشيل عن سماح شويه برضو. اه انت كده راجل شهم بصحيح. امال قبل كده كنت ايه؟ عيل ما بتسمعش الكلام. الله يسامحك يا حاجه. بقول لك ايه؟ مش تلفت لنفسك بقى وتخلف لنا حته عيل؟ عيل؟ ايوه، يعني مش معقول كده انت وسماح دخلتوا على السنه عايزين حته عيل يملى علينا البيت. يعني حضرتك خلاص ما بقيتيش شايله من سماح خالص؟ انا اشيل منها؟ ده انا لو اطول اشيلها جوه عينيا كنت شلتها. مش عايزه اقول لك يا مختار، البت دي طيبه وحنينه قد ايه واخلاقها عاليه بصراحه، بقى قصارى فيك عشان تعرفي اني طيب. يا سلام، بأمره ايه؟ بأمره ما ربنا قال الطيبون للطيبات، وانت لسه قايله انها طيبه، ابقى انا طيب. طيب يا اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا. سلمي على عم مختار وتيتك عصام. ايه العمر ده؟ سلمي على تيتا. سلمي. يا حبيبتي. ازيك يا اشرف؟ ازيك يا مختار، عامل ايه؟ اشرف ابني حكالي عنك كتير قوي. ازيك يا حلو؟ كويسه يا تيتا كوثر. قولي الحمد لله عشان ربنا يبارك فيك ويحفظك. الحمد لله. يا حبيبتي. تعالي يا حبيبتي وعليك. بسم الله ما شاء الله. يا ابو اشرف مين الكتكوته؟ دي بنت واحدة معرفة كده، مامتها بتعمل عملية فقلت اجيبها هنا تقعد يومين. اه لا الف سلامة على مامتها. ربنا يقدرك على فعل الخير. انت بتتريق؟ هو انا قلت حاجة؟ انت ليه واخد موقف ضدي؟ ده انا بدعي لك. يا رب يا رب يا مختار دعوة واحد زيك تبقى مستجابة. وليه لا؟ هو انا ابو لهب؟ ده انا مسلم وموحد بالله. مساء الخير. مساء الخير يا حبيبتي، ازيك يا نور؟ اتأخرتي كده ليه؟ ايه يا نور؟ ليه يا حبيبتي تخرجي لوحدك وانت حامل كده؟ اه طمنينا، الدكتور قال لك ايه؟ واد ولا بنت؟ انا ما كنتش عند الدكتور. امال كنت فين؟ كنت عند المحامي. ما انتوا بقى لو معانا وحاسين بينا كنتوا عرفتوا. عرفنا ايه؟ نورا هتتطلق. ايه؟ تطلقي ليه؟ مساء الخير يا حبيبي. مساء النور. ايه مالك مش عوايدك يعني قاعده في البيت؟ ما فيش، تعبانة شوية كده من الصبح وما قدرتش انزل. ألف سلامة عليك. الله يسلمك. بصحيح عبد الله بواب الشقة القديمة ساب لك ال 5000 جنيه دول.
طب كويس. فلوس ايه دي يا سعد؟ دي فلوس ايجار الشقه القديمه، ما هنش عليا اسيبها مقفوله، ففرشتها كده اي كلام وباجرها مفروش. طب وليه ما كنت بعتها واستفدت بتمنها احسن؟ وانا ناقص فلوس؟ لا خليها موجوده كده احسن، اهو تدخل لي دخل شهري يعوض اللي انا صرفته عليها شويه. انت حر. ايه مالك يا حبيبتي؟ مغص مغص من الصبح فظيع، وحاسه اني عايزه ارجع. طب اخبار الدوخه ايه؟ عماله تروح وتيجي. السلام عليكي، الله ينور عليكي يا حبيبتي. بقول لك تعبانه. ما هو واضح كده يا حبيبتي ان البيبي بدا ينبت. بيبي؟ ما هو كل اللي انت بتقوليه ده اعراض حمل. ايه يا سعد التخاريف دي يا سعد؟ حمل ايه؟ تخريف ايه بس يا حبيبتي؟ انت ما بتشوفيش افلام عربي ولا ايه؟ دايما اللي بيشتكوا من الحاجات دي بيطلعوا حوامل في الاخر. يا ما انت كريم يا رب. اخيرا حباب. قومي قومي. ايه في ايه؟ قومي بس اطلعي فوق ريحي شويه. ايه يا سعد اقول فين؟ ما تعمليش اي حاجه يا سعد، على اقل من مهلك. في ايه يا سعد؟ على مهلك على مهلك على مهلك على مهلك يا بط على مهلك. ابن الحرام. صحيح اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. معقول يا رؤوف يعمل كده من ورانا؟ بس لما اشوفه اني وريته. لو سمحتوا مش عايزه حد يتدخل في الموضوع. يعني ايه ما حدش يتدخل في الموضوع؟ هو انت ما وراكيش رجاله؟ ده لازم يتربى. ما تنسوش اني حامل منه، ومهما حصل ده يبقى ابو ابني اللي جاي. نورة حبيبتي، هو انت عايزه ترجعي له؟ لا طبعا، بس ايه؟ عايزه ننفصل بهدوء ومن غير مشاكل عشان ابني اللي جاي ما يتاثرش. كده كده ابنك هيفضل في حضانتك مهما حصل. لحد امتى؟ لحد ما يبلغ السن القانوني 13 سنه، وبعد كده من حقه انه ياخده، مش كده؟ ايوه نورة، القانون بيقول كده. بس انا مش هتنزل عن ابني، فاهمين؟ مش هتنزل عن ابني ابدا. طب اهدي اهدي يا حبيبتي، انا من رايي نتفاهم مع رؤوف ونحل الموضوع ودي. بالراحه يا حبيبتي، ده كلام سابق لاوانه. احنا فين وسن ال 13 ده فين؟ لا مختار ما ينفعش، لازم كل شيء يبقى واضح ومعروف من دلوقتي، لازم نقطع عرق ونسيح دمه. يبقى نسيح دم رؤوف اسهل. يا اخي بطل التهور والعصبيه بتاعتك دي. ده واد حرامي، ده سارق مننا مليون جنيه. يا سيدي ياخدهم يشبع بيهم، مش عايزينهم. انما نرد على الغلط بغلط اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، احنا هنتصرف في الموضوع ده، هنقعد مع رؤوف ونلاقي حل ان شاء الله. لا يا باشا، الست سماح بتغلط فيا وبتهزقني. لا تغلط فيك ولا حتى تهزقك، انت هتعمل لي فيها كرامه ولا ايه؟ انا فعلا ما عنديش كرامه يا باشا، بس ده في المدالي قدام الناس اللي بحبهم، انما تهزق قدام الناس؟ ناس مين؟ دول شويه جرات زيك بالظبط، يعني دود المش منه فيه. لا يا باشا، انا حزيت ونفسيتي تعبت على الاخر. حزيت؟ لا الف سلامه، ونفسيتك تعبت؟ يا سلام يا رجب. خد دول يا رجب. ايه دول يا باشا؟ دول عشان نفسيتك التعبانه. وخد دول كمان يا رجب. ايه ده كله يا باشا؟ دول بقى بدل تهزيق قدام الناس. هو ده الكلام يا باشا، كده التهزيق يجيب همه. المهم انت عيني هناك، انت عيني في المدبغه، وانا خلاص خلصت امور الشركه وهفضلكم. انت تأمرني يا باشا، عليا النعمه، انت لو طلبت عيل من عيالي هذبحهولك وقتي. يا دكتور ايه الاخبار؟ طمني. هو دور برد مش اكتر. يعني حامل وعندها دور برد؟ ماشي يا سعد بيه، هي عندها برد بس مش حامل. مش حامل يعني ايه؟ امال الاعراض اللي عندها دي كلها تطلع ايه؟ جرى ايه يا سعد؟ ما قالك عندها دور برد؟ ما خلاص خلاص. ايه يا دكتور، ده احنا متجوزين بقالنا اكتر من شهرين ومفيش اي حاجه حصلت. ده شيء عادي. عادي ازاي يعني يا دكتور؟ هو احنا مش زي بقيه مخاليق ربنا من حقنا نخلف ونفرح؟ وارد ان ما يحصلش حمل في اول فتره في الجواز. وايه السبب بقى؟ من غير سبب عموما احنا بنقلقش او ندور على الاسباب الا بعد مرور سنه. يا نهار ابيض، سنه؟ ما تقلقش يا سعد بيه، محدش عارف، يمكن تقول الاسبوع الجاي وابشركم مولود جاي في السكه. اسمع من بوقك ربنا يا شيخ. وبعدين يا نديم، المكسب بالطريقه دي مش قد كده. دي قسمه العدل يا مختار، انت ليك 250 الف في العربون، وانا ونعمه هنقسم ال 250 التانيين. لما يجوا ال 3 مليون هتاخد نصهم واحنا لينا الباقي. بس انا كده هبقى كسبان مليون بس. احمد ربنا، دي عمليه صغيره. ايوه بس خدت مننا مجهود كبير قوي. وبعدين انا عايز مكسب اكبر، انا خارج من خساره كبيره وعايز اعوض. خساره ايه؟ اي خساره بقى وخلاص. المهم مكسب الالوفات ده ما ينفعنيش، انا عايز حاجه بملايين. عندي. طب ما تلحقني بيها. سيبني بس احسبها كده واقلبها في دماغي وهقول لك في الوقت المناسب. اهم حاجه تكون حلال. احنا من امتى بنتاجر في الحرام يا مختار؟ نسيت يا نديم. لا باين عليك انت اللي نسيت.
احنا قربنا دواء كحة مش مخدرات، مش كده؟ مش ده كلامك؟ ساعات كده ضميري بيأنبني، لكن اللي انا بعناه يعني في السوق السودا سودا بيضة بقى. احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ما احنا كنا متنيلين عارفين انه هيتباع عند بتوع المخدرات. في ايه يا مختار؟ انا اول مرة اشوفك مهزوز كده. اختي بتطلق، بقول يمكن ربنا بيعاقبني فيها. يعاقبك انت؟ تمام، الحكاية دي اسمها نصيب. ايوه بس ضميري ساعات بيوجعني. انت ايه ضميرك ما بيوجعكش؟ لما كان بيوجعني كنت باخد له اسبرينة، لما وجعني قوي بقى استأصلته خالص. ما تقلقيش علي، حياة في عينيا الاتنين. يا علي ما انا هشوفها تاني ولا لا؟ يا ستي ان شاء الله هتشوفيها وهتقومي بالسلامة والعملية هتنجح. يا ده حلم بعيد قوي. تفائلوا بالخير تجدوه، مش ده برضو اللي انت بتقوليه؟ في حاجات الواحد بيقولها لكن لما يجي يتحط في الموقف ما بيبقاش عارف يصدقها. يبقى خلاص سيبيها على الله وهو فوق الكل. نعم بالله. يلا يا دكتورة عشان هنجهزك للعملية. خلاص مفيش وقت. هتلبسك وتنزلي وقت العملية على طول. بالتوفيق علي، ربنا معاكي. لو مت وصيتي تخلي بالك من حياة ملهاش حد غيرك وحياة ابنك اللي بتترجله الشفاء ما تتخلى عنها أبدا. طمني يا علي ما تقلقيش، هتقومي بالسلامة. حياة ملهاش حد غيرك يا أشرف. وصيتي حياة يا أشرف عشان خاطري ما تتخلاش عنها. حاضر يا علي حاضر، ما تقلقيش ما تتخلاش عنها. مالك يا سعد؟ مهموم ليه يا حبيبي؟ تفتكر يا أم أنا ممكن أكون ما بخلفش؟ ليه يا حبيبي بتقول كده؟ ما هي رشا مش حامل لغاية دلوقتي. عادي، هو أنتوا فاكرين نفسكوا أرانب؟ ممكن يتأخر الحمل بدون أي مشاكل. وبعدين أنا مش قلتلك يا سعد يعني ممكن تتأخر سنة ولا اتنين لغاية ما تعشوا بعض كويس وتعرفوا بعض. من غير ما تقولي ده اللي حاصل. بركة من كده يا أخويا. ده كلام يا أمي؟ يعني انت عايزاني اعيش في الدنيا دي من غير عيل افرح بيه ويشيل اسمي؟ انا قلت كده يا حبيبي، انا بقول يعني تتروى شويه عشان لما تيجي تزرع زرعه تطلع زرعه صح، بدل ما تزرع في ارض بور تجيب طرح مخوخ. يعني انت شايفاني في الحاله دي وقاعده عماله تقولي لي بور ومخوخ؟ انا ناقص تخويخ. امال اقول لك ايه بس؟ طب بقول لك ايه، بدل ما انت زعلان قوي كده يا حبيبي روح حلل، شوف نفسك واطمئن عليها. اه ما انا هحلل، انا لازم احلل. اه ده من باب الاطمئنان بس. يعني تتكسر؟ هو بابا اشرف هيجي؟ هو كلمني يا حبيبتي وقال ان هو على وصول. بابا اشرف مين؟ اشرف اخوك. الله، هو مش اشرف عنده ولد ولا انا بيتهيألي ولا يكونش اتجوز تاني وخلف دي امتى ولا ايه؟ فلالله ولا فالك يا شيخ، دي بنت واحده معرفته وجايه تقعد عندنا يومين. ايوه قولي لي كده، انا اتلخبطت لخبطه غريب. تعالي تعالي، ايه القمر ده؟ ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي بقى انت اسمك ايه؟ اسمي حياة. وانت؟ انا اسمي سعد. تاخد بنبن يا سعد؟ حبيبتي. وتقولي لي ما خلفش يا امي، حرام عليك. ربنا يقدم لك اللي فيه الصالح يا ابني. بصي بقى، انا هاكل الكيس ده كله وانت تاخدي واحده بس عشان مش كويس عشانك. لا ده بتاعي. لا لا ده بتاعي انا ده. لا بتاعي. بلاش غلاسه بقى، ده بتاعي. تسلمي لي يا ام وليد، كتر خيرك انك جيتي تساعديني. ده واجب عليا يا استا حنان، ده انت من ريحة الحبايب. الا قولي لي يا ام وليد، جدل جوزك عامل ايه معاكي؟ دي من ساعة سناديم جوزك الله يكرمه ما جابوا في الحكاية اياها وقبضوا 5000 جنيه واحنا متبشبشين على الاخر. حكاية ايه؟ لو انت ما تعرفيش. لا معرفش. مس سناديم جاب جدل عشان يمثل دور. يمثل دور فين؟ في الحقيقة. على مين؟ على واحدة ست اسمها نعمة. نعمة؟ عملوا عليها فيلم وفهموها ان جدلة موظف في الشهر العقاري واسم الله عليه سناديم بعلاها باع كده وكده يعني عشان تحول له فلوسها في حسابه. كمان حولت له فلوس؟ ده جدلة جوزي بيقول ان حولت له فلوس ياما. ده اكيد. وايه اللي ساوي راح
مليانه.